أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 103. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان أهم فنيات الرايتنج. طبعا الحلقة الماضية إحنا اتكلمنا عن الإيميل والترانسليشن، النهاردة هنتكلم مع بعض عن الباراجراف والإيسي، ونبدا نتعرف بالفريق العمل اللي هيكون معانا موجود في الحلقه ونبدا الحلقه بتاعتنا. هيكون معانا في الحلقه النهارده مستر عماد المنشاوي. مساء الخير يا فندم. الفل مستر، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. اهلا بيك يا فندم. وهيكون معانا ايضا في الحلقه مستر عماد حمدي. مساء الخير مستر عماد. مساء الخير يا مستر، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله. وهيكون معانا ايضا في الحلقه مستر اكرامي الطويل. مساء الخير مستر اكرامي. مساء الفل مستر، اهلا بيك. اهلا بيك حبيبي. هيكون معانا ايضا في الحلقه مستر عبد الحميد الجندي. مساء الخير يا مستر. مساء النور على حضرتك يا مستر، ومرحب بحضرتك ومنورنا. ربنا يبارك فيك. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر حبيب الرحمن. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. حلقه موفقه وتمنياتنا القلبيه بمشاهده طيبه بالنسبه لكل طلاب الثانويه العامه اللي بيشاهدونا دلوقتي. وزي ما قلنا من شويه الحلقه بتاعتنا هتبقى تحت عنوان ريفيجن على اهم فنيات الرايتنج، وخصوصا الاسئله اللي بتيجي على الباراجراف والايسي. هنشوفها كده مع بعض مع اساتذتنا الافاضل، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ونبدا الحلقه بتاعتنا، ونستاذن المخرج الجميل اللي جبناه بيج نمبر 1، ونبدا مع مستر عماد المنشاوي. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وبناتي طلاب الثانويه العامه، هنبدا معاكم ان شاء الله النهارده اول حاجه نتكلم عنها اللي هي الباراجراف رايتنج، اللي هي حاجه اسمها الفقره الانشائيه. طيب تعالوا نبص كده مع بعض. انا عندي باراجراف is a group of sentences concerned with developing or expressing a single topic one main idea. هو المقصود هنا يا جماعة، المقصود أن الفقرة الإنشائية هي مجموعة من الجمل بتتكلم عن موضوع واحد فقط. طيب بعد كده A paragraph starts on an end line. أي paragraph في الدنيا رب لازم يبدأ بحاجة اسمها البادئة اللي احنا بنتكلم عنها. مستر طب البادئة دي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هي مسافة ممكن تبقى حوالي 5 حروف. معايا يا جماعة؟ أنا بس بميز بيها بداية الفقرة الانشائيه بتاعتي. بعد كده مستر سؤال مهم جدا، هاو لونج از ا باراجراف. احنا هنا بنسال عن اللينث اوف ا باراجراف، يعني ايه طوله؟ يعني الجمل بتاعته، اللاينز بتاعته المفروض تبقى قد ايه؟ مبدئيا كده يا جماعه انا المفروض الباراجراف عندي ما يقلش باي حال من الاحوال عن 3 جمل. تقدر تكمل بعد كده زي ما انت عاوز. طب مستر اكتب كلام كتير؟ لا ما انصحكش تكتب كلام كتير، لان الكلام الكتير في الغالب مش هيبقى كويس. انا المطلوب مني ان الكلام يبقى بسيط بيوضح لي الفكره العامه. يبقى هنا there is no set length to a paragraph. بعد كده يا جماعه عندنا سؤال مهم جدا جدا جدا، عاوزين نعرف البيزك تايبس اوف سنتنسز ان ا paragraph. حضرتك هم عباره عن التوبيك سنتنس اللي هي الجمله الافتتاحيه، بعد كده السبورتنج سنتنسز اللي هي الجمل الداعمه، وبعد كده الكونكلودنج سنتنس اللي هم الجمل الختاميه. ممكن تحفظهم بشكل جميل قوي، التي اس سي اللي بينطقوها كي، التي اس سي اللي بينطقوها كي، التي اللي هي التوبيك سنتنس، بعد كده الاس اللي هي السبورتنج سنتنس، بعد كده عندك سي اللي هي الكونكلودنج سنتنس. شكرا يا جماعه. احسنت مستر عماد. ننتقل لمستر عماد الحمدي ونشوف مع بعض بيج نمبر 3. اتفضل يا مستر. الطلاب الاعزاء في الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هكمل معاكم اللي مستر عماد قاله، وهو البارتس اوف ذا باراجراف اللي هو اجزاء الباراجراف. وطبعا زي مستر ما قال التوبيك سنتنس، وبعد كده سبورتنج سنتنس، وبعد كده الكونكلودنج سنتنس. فانا هبدا معاكم ان شاء الله دلوقتي شرح التوبيك سنتنس بيج نمبر 3.
بتقول ايه؟ The topic sentence tells the reader what the main idea or topic of the paragraph is. ركزوا معايا كده يا شباب، هنلاحظ ان التوبيك سنتنس ديت بتدي الفيرست امبريشن اوف ذا باراجراف، الانطباع الاول. عشان كده كلنا دايما بنقول ان التوبيك سنتنس دي از ذا موست امبورتانت بارت اوف ذا باراجراف، هي اهم جزء في الباراجراف. تاني بوينت بتقول ذا توبيك سنتنس از ذا موست امبورتانت بارت اوف يور باراجراف. A reader should encounter the topic sentence and have a general idea of what the paragraph will continue to discuss. عشان كده بقول ان التوبيك سنتنس دي tells the reader what his paragraph is going to be about. بتشرح له مفيش تفاصيل في التوبيك سنتنس، هي بتدي main ideas بس بتبقى ايه concentrated او مركزة شوية. Page number 4. هو هنا بيقول ان التوبيك سنتنس يا شباب بيبقى لها تو بارتس، اول حاجه التوبيك وتاني حاجه الكنترولينج ايديا. هو بيقول لي كده ذا توبيك سنتنس هاز تو بارتس، ذا توبيك وذا كنترولينج ايديا. وهنا طبعا يا شباب بجيب لكم زي اكزامبل كده بيوضح لنا البارتس اوف ذا توبيك سنتنس اللي هو الجزء الاولاني اللي هو التوبيك، وبعد كده الجزء الثاني منها اللي هو الكنترولينج ايديا. شوفوا كده الاكزامبل دوت. Police officers are most effective when helping citizens in their communities. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا عندي التوبيك اللي هو كلمه بوليس اوفيسرز. طب ايه الكنترولينج ايدياز؟ بتديني ايه كلام زياده شويه على التوبيك وهو كلمه ايه؟ كلمه are the most effective when helping citizens in their communities. احسنت مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر اكرامي الطويل، اتفضل مستر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، اهلا ومرحبا بكم. استكمالا لما ذكر، دايما السؤال اللي بيطرأ على لسان اي طالب، طيب شرحت لحضرتك الباراجراف والبارتس بتاعته، ودلوقتي السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ احنا خلينا متفقين ان اسئله الامتحان كلها ان شاء الله تبقى تشايس، يبقى السؤال ممكن يجي لك ازاي في سؤال الرايتنج في الجزء ده؟ يقول لحضرتك سؤال زي ما هو موضح على الشاشه حاليا، What is a paragraph؟ ايه هو الباراجراف او الفقر؟ حضرتك قدامك اختيارات، في حاجه فنيه بس عايزك تعرفها، انك انت وانت بتترجم التشايسز ابدا بمرحله الاستبعاد، يعني اقرا وبعدين استبعد اذا كان دي تنفع ولا لا. اول جمله بتقول A set of words that is complete in itself، هي مجموعه من الكلمات كامله في حد ذاتها. هقول لحضرتك containing a subject verb and object وتحتوي على فعل وفاعل ومفعول، لا الكلام ده هو عبارة عن sentence الجملة. A unit of grammatical organization which traditionally consists of a subject and predicate، هو وحدة من الجرامر متكاملة، لا برضو دي الجملة. إنما الأخيرة a group of sentences، هي يعني مجموعة من الجمل that are related to one main topic، مرتبطة بشيء معين أو بفكرة معينة. هو ده الباراجراف وهي دي الإجابة الصحيحة. The next page، الصفحة اللي بعدها، ممكن يجي لك سؤال مختلف شوية. يقول لحضرتك mark the characteristics of the topic sentence، يعني علم، mark هنا معناها علم أو حدد، the characteristics الصفات أو الخصائص للجملة التوبيك اللي هي الجملة الأساسية اللي mentioned before اللي ذكرت من شوية. هل هي it is the first sentence of a paragraph، ولا هل هي it containing an example، ولا هل هي it introduces the main idea of that paragraph؟ لو بصيت لأول واحدة صح. نصيحة مهمة جدا، مش أول اختيار دي قبلك صح تختاره، لازم وحتما ولا بد تكمل بقية الاختيارات. it is the first sentence of a paragraph، صح، هي الجملة الأولى اللي هي في الparagraph. طيب هل هي it contains an example، هل هي بتحتوي على أمثلة؟ مش بالضرورة. It introduces the main idea، هي بتوضح الفكرة الرئيسية للباراجراف. يبقى عندك A و C صح، يبقى كده الاختيار هتروح للاختيار رقم D اللي هو A و C. احسنت مستر اكرامي. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر عبد الحميد الجندي، اتفضل يا مستر. حبايبنا طلاب الثانوية العامة مرحب بيكم. احنا عارفين الموضوع اصلا جديد عليك واول سنة يقرر رايتنج سكيلز، بس تعالى نكمل ونكمل على كلام زمايلنا. نكمل بيج نمبر 7، السبورتنج سنتنسز. ايه هي بقى السبورتنج سنتنس دي عشان وانت بتختار في الامتحان؟ هي سبورتنج سنتنس فولو ذا توبيك سنتنس اند ديفلوب، خليك ركز معايا، اند ديفلوب ذا سبجكت يوزنج سبيسيفيك، اقف عند كلمه سبيسيفيك وركز، خاص، معلومات خاصه، اكزامبل ديتيلز اند فاكتس. طيب النقطه الثانيه، السبورتنج سنتنس دي بتعمل ايه؟ سبورت ذا توبيك سنتنس، بتدعمها، ماشيه وراها. ذاتس يعني معناه ان they explain and elaborate. هتقول لي يا مستر ازاي elaborate، ما تسهل عليا شويه. هقول لك يعني انا عايز اقول لك انها develop، انها perfect، انها بتبسط الموضوع، explain
the point of the paragraph. طيب number three, support sentences are the body of the paragraph. ننقل لصف page 8. عندنا سؤال جميل يا ريت تركز معانا. Mark the options that best describe the supporting sentence of a paragraph. عندنا أربع اختيارات زي ما مستر إكرامي قال لك، ولو تابعت معاها ترتاح، ما تاخدش أول اختيار يقابلك. They come after the topic sentence, making up the body of the paragraph. One supporting sentence is enough. اختيار نمبر سي نأجله ونخليه رقم دي ونقول رقم سي زي must develop the main topic of the paragraph. طب أنا أختار إيه؟ أختار A ودي. أقف عند A ودي، إنه الأولى إن هو بيجي بعد topic sentence، التاء الرقم دي إن they must develop، لازم يطوروا the main topic of the paragraph، وده هيساعدك كتير وكده بالطريقة دي تحل. شكرا يا مستر. أحسنت مستر عبد الحميد. ننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر حبيب الرحمن. اتفضل يا مستر. مساء النور يا فندم. أعزائي طلاب الثانوية العامة، إحنا هنستكمل كلام مستر عبد الحميد وهنكمل الكلام بتاعنا في parts of the paragraph. هنتكلم دلوقتي على آخر جزء في الparagraph وهو الـ concluding sentence. تعالى نقول أربع خصائص ليها كده وهنضيف أول حاجة من عندنا. هنقول الأول إن أول خاصية للـ concluding sentence إنها the last sentence of a paragraph، بتبقى آخر جملة في الparagraph. طيب مطلوب مننا إيه هنا في آخر جملة؟ قال لك يا سيدي الـ concluding sentence indicates that you are bringing closure to a paragraph. أنت كده قربت أو بتجيب النهاية بتاعت الـ paragraph بتاعك، وطالما وصلت لمرحلة النهاية أنت لازم تعيد الصياغة بتاعت الجملة الرئيسية تاني، بمعنى إن دي تاني خاصية عندنا اللي هي هنعمل restate the topic sentence of that paragraph. يعني هنعيد الصياغة بتاعت الـ topic sentence اللي هي الجملة الأولانية خالص وأهم جملة في الموضوع، ولكن in another words، بكلمات أخرى. تاني حاجة أو تالت خاصية بتاعتنا هنقول إن احنا بنعمل summarize أو paraphrasing. إزاي يا مستر الكلام ده؟ احنا هنعمل referring to the key points، إشارة للنقط الرئيسية اللي موجودة عندنا في الparagraph. وفي الآخر خالص الكاتب الشاطر اللي بيكتب paragraph كويس لازم يعمل a final observation ملحوظة نهائية كده about the controlling idea. ومن هنا هننتقل للصفحة اللي بعديها على طول ونمسك سؤال MCQ كده choice. السؤال بيقول What is the last sentence in a paragraph؟ هنقرأ الاختيارات كلها زي مستر إكرامي ما قال كده بالظبط، وقال إن احنا ما نستعجلش ونبص على أول اختيار يقابلنا حتى لو افترضنا إن هو صح من وجهة نظرنا. يا ترى the last sentence هي the topic sentence، ولا letter B supporting sentence، ولا letter C concluding sentence، ولا letter D opinion sentence؟ أكيد طبعا احنا قلنا last sentence اللي هي the concluding sentence. هنمسك الـ number 2. What is the concluding sentence؟ ايه هي الـ concluding sentence يا جماعة؟ ها الاختيار letter A بيقول tells the main idea، بيقول لنا على الفكرة الأساسية، repeats the main idea using different words، وممكن بدل ما نستخدم كلمة using the different words ممكن نقول paraphrasing، ممكن نقول summarizing، مفيش مشكلة خالص من تغيير الكلمات. C tells a joke، D tells the action of the paragraph. أكيد طبعا الاختيار بتاعنا الصحيح repeats the main idea using different words. جميل جدا مستر حبيب. ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر عماد المنشاوي. اتفضل يا مستر. بادي بناتي مره ثانيه بنرجع نكمل كلام الاساتذه الافاضل، وهنبدا نتكلم مع حضرتك على الكاركترستكس اوف جود باراجراف رايتنج. ازاي حضرتك تقدر تكتب باراجراف كويس؟ اولا انا عندي ثلاث اجزاء مهمين جدا اللي هنقول عليهم يو سي سي. ايه هم يا مستر؟ طيب تعالوا نشوفهم مع بعض. اول حاجه اللي اسمها اليانبي اللي هي احاديه الفكره. ان افكتيف باراجراف has unity when its body part closely relates to its topic sentence. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ الكلام ده يعني كل الجمل يا جماعه بيبقى في ما بينها حاجه اسمها ترابط. الجمل كلها بتكمل بعض، ببدا من التوبيك سنتنس اللي هي بتعمل الكنترولينج، وبعد كده بدخل على السبورتنج سنتنس اللي هي بتديني ديتيلز وبتديني تفاصيل، وبعد كده بننزل اخر حاجه على الكونكلودينج سنتنس اللي هي بتختم لي الفقره الانشائيه بتاعتي وبتديني فكره عن الكلام اللي اتقال قبل كده. طيب بعد كده يا جماعه انا عندي حاجه ثانيه اللي هي اسمها الكوهيرنس اللي هو التسلسل المنطقي. التسلسل المنطقي عندنا مكتوب كالاتي: كوهيرنس ذات the ideas have a logical flow, the relationship between the sentences is clear. مجمل الكلام ده ايه يا مستر؟ مجمل الكلام ده logical flow،
لوجيكال مانر. يعني ايه يا جماعه؟ يعني لازم يبقى في حاجه كده زي انسياب ما بين الجمل. الجمل بتكمل بعضها، الجمل بتوصلني لبعضها. ما ينفعش يبقى في قراءه وبص الاقي ابس اند داونز، لا طبعا اكيد هيبقى في مشكله. طيب الجزء اللي فاضل يا جماعه اللي هو الكوهيجن، يعني a paragraph has cohesion when all the supporting sentences are well connected to each other. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجمل لازم يكون في بينها ترابط جيد جدا. انا عندي عربيه، العربيه عمرها ما هتبقى حاجه كويسه الا لو كان في ترابط كويس ما بين الاجزاء بتاعتها. يبقى هي دي مميزات الكتابه الجيده، وتاني زي ما قلنا اللي هي اليو سي سي. طيب نبص على بيج نمبر 12 ونشوف الاسئله بتاعتنا. Question number one. What is unity? A paragraph discusses one and only one main idea from beginning to end. Letter B. A paragraph discusses more than one main ideas. Letter C. Examples are related to the topic and controlling idea. Mister, من أول جملة الكلام كان واضح إن الإجابة letter A، بس إحنا برضو زي ما بنقول وبنقول يا جماعة لو سمحت حتى لو كانت الإجابة واضحة إن هي letter A، من فضلك كمل للآخر. طيب the second question. A paragraph space is achieved when sentences are ordered in a logical manner. Coherence, computation, translation, union. برضو يا مستر احنا اول ما شفنا كلمة logical manner احنا عرفنا اكيد ان الاجابة كانت letter A اللي هي الكوهيرنس. شكرا. احسنت يا مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر عماد حمدي. اتفضل يا مستر. السلام عليكم. نكمل بقى يا شباب اللي قالوا زمايلنا، وهبدأ معاكم دلوقتي في التايبز اوف ذا باراجراف اللي هي انواع الباراجراف. الباراجراف دوت طبعا في منه كذا نوع، واحنا ان شاء الله هنتكلم على وصف كل تايب من التايبز بتاعت الباراجراف. هتلاقي عندي مثلا اول نوع اللي هو الناريتيف باراجراف. ناريتيف باراجرافز تيلز ستوريز. بتلاقي الباراجراف الناريتيف دوت او الباراجراف اللي بيحكي قصه، بتلاقي مثلا بكلمه بادئ بوانس وانس ابون ا تايم، بتحس ان الباراجراف بتاعك بيحكي لك حكايه. لقيت الباراجراف بتاعك بيحكي لك قصه او كده، على طول بنصنفه اللي هو ناريتيف باراجراف. النوع الثاني من انواع الباراجراف اللي هو ديسكريبتيف باراجراف او الباراجراف الوصفي. الباراجراف الوصفي ده يا شباب بتحس ان الرايتر بتاعه بيستخدم الفيجوريتيف لانجوج او اللغه التصويريه. بتحس كمان ان الرايتر بيستخدم مثلا حاجه زي السيميلي التشبيه، بيرسونيفيكيشن تشخيص، بيستخدم ميتافور استعارات، بيحاول يستخدم الفايف سنسز بتاعته علشان يحاول يعني يثير في القارئ الوصف كانه بالظبط عايش في المكان ده. عشان كده نرجع لبيج 13 لما بيجي يوصف للديسكريبتيف باراجراف بيقول it allows the reader to experience the item, phenomenon or event without physically sensing it. النوع الثالث من انواع الباراجراف وهو اكسبوزيتوري باراجراف. النوع ده من الباراجراف بقى هو باراجراف تفسيري شويه، بيبقى مثلا عندي مين كونسبتس في الباراجراف او مفاهيم اساسيه، بيحاول هو بقى يعالج لي كل كونسبت من دولت. مكتوب ايه؟ ان اكسبوزيتوري باراجراف اكسبلينز سمثينج اتس بيربس ات از اولسو هيلب to help the reader understand. بيساعد القارئ انه يفهم اكتر الباراجراف بتاعه. اخر نوع وهو البيرسويسيف باراجراف او الباراجراف الاقناعي. في النوع ده من الباراجرافز يا شباب الكاتب لما اتكلم في التوبيك سنتنس عن ايديا معينه، بيحاول في احد الباراجرافز بتاعته انه يثبت بالدليل للريدر بتاعه الفكره اللي هو قدمها في التوبيك سنتنس. عشان كده لما نرجع تاني لبيج 13 ويقول لي البيرسويسيف باراجراف ذا بيربس اوف بيرسويسيف باراجراف از تو كونفينس ذا ريدر اوف سمثينج، ان انا اقنع القارئ بتاعي بشيء ما. بيج 14 تعالوا نشوفوا كده ايه مثال او اتنين على التايبز اوف باراجراف. بصوا معانا كده يا شباب بيقول لي choose the correct answer. This paragraph is used to tell a story. There is a logical sequence of events. هل هو persuasive ولا narrative ولا expository ولا ديسكريبتيف؟ طبعا هو بيقول لي تيل ا ستوري، ده مفتاح الحل بتاعي، بيحكي لي قصه، يبقى على طول هو ناريتيف باراجراف. كويستشن نمبر 2 بيقول لي ان ذيس تايب اوف باراجراف ذا اوثر از رايتنج اباوت وات ا بيرسون بليس اور ثينج از لايك. بيوصف لي شخص، بيوصف لي مكان، بيعمل لي وصف لاي حاجه، يبقى ده على طول من غير ما نفكر الديسكريبتيف باراجراف. شكرا مستر. احسنت مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 15 مع مستر اكرامي الطويل. اتفضل يا مستر. اهلا وسهلا مره ثانيه. خلاص كده عرفنا كل ما يخص الباراجراف، تعالوا بقى نعرف حاجه ثانيه، السكند بارت الجزء الثاني المهم جدا ده ايساي.
المقال. المقال يا شباب هو عبارة عن إيه؟ They say it's a written piece. It's a written piece that is designed to represent or present an idea. هو عبارة عن فقرة مكتوبة عشان تنقل فكرة معينة لحضرتك. باراجراف بيكون الباراجراف معروف الفقرات بتاعته. إنما الإيساي هو عبارة عن مقال. هو more than one paragraph. أكتر من باراجراف واحد. فده يبقى an essay. ده تعريف الإيساي. يبقى لو قالك في الامتحان a written piece that is designed to present an idea على طول قول له إن ده إيساي. طيب الإيساي divided into three parts. المقال مقسم إلى ثلاث أجزاء مهمة. تمام؟ ركز معايا جدا. You have a parts of the essay هي إيه؟ أجزاء المقال ثلاث حاجات. أول حاجة اسمها conclusion معناها المقدمة. تاني حاجة الباري اللي هي الموضوع أو جسم الإيه؟ جسم الموضوع أو الليلة كلها المعنى كله موجود هنا. الأخير خالص اسمها conclusion. وعلى فكرة أي تايتل من اللي أنا قلته ده عبارة عن paragraph. conclusion paragraph. الباري paragraph. الانتروداكشن paragraph. تعالوا ناخد واحدة واحدة ونفسر معناها إيه. أول حاجة أنا قلت إحنا بنبدأ بحاجة اسمها الانترودكشن اللي هي المقدمة. المقدمة دي خلينا عارفين يا شباب إن هي the first paragraph. أول ما يقول لي the first paragraph عرفت ده إن ده الانترودكشن. إيه هو ده؟ where you introduce the topic you are discussing in your essay. بتتكلم وبتناقش فيه الفكرة، بتدي spotlight إضاءة كده عن الموضوع اللي هتتكلم عنه. أما الباري اللي هو الموضوع نفسه هو the paragraph in the middle، هو الفقرة اللي في النص، وده where you support your main topic، بتأيد فيها أو بتساند الفكرة الرئيسية by facts or evidence. تمام؟ التالتة والأخيرة الconclusion اللي هي الخاتمة اللي هو the last paragraph اللي هي your summarize، you summarize the whole meaning. طيب تعالوا نشوف مثال بسيط كده لو جينا نتسأل على الأسئلة دي. لو حبي يسألك في الجزء ده ممكن يقول لك إيه؟ What is the first paragraph called? يا ترى الباراجراف الفقرة الأولانية بنسميها إيه؟ ما دام قال لي the first paragraph يبقى إجابتي منطقيا على طول اللي هي introduction number B. يبقى دي الإجابة الصحيحة. ممكن طب لو قال لك what is the last في السؤال رقم 2 what is the last paragraph على طول الباراجراف الأخير هو الconclusion الخاتمة number C. طب لو قال لحضرتك the paragraph in the middle السؤال الثالث على طول عرفت من كلامي من شوية إن الباراجراف in the middle هو الباري paragraph. ونكمل. احسنت يا مستر اكرامي. ننتقل لبيج نمبر 17 مع مستر عبد الحميد الجندي. اتفضل يا مستر. مرحبا بكم يا شباب تاني. دلوقتي احنا هنكمل وهناخد الجزء الثاني في الايسي. بس انا استاذنت بصراحه بدل ان انا اقول معلومه ان احنا عندنا نوع من الايسي مش موجود، يعني ما قلناش عشان بس ما نوصلش للحلقه ليها وقت. هو الريفلكتيف ايسي. الريفلكتيف ايسي ده الرايتر فيه بيقول لحضرتك بيعكس وجهه نظره، هو مش زي البيرسويسيف بيبقى عايز يقنعك، لا هو بيقول لك بس اراؤه ومعتقداته هو. كمان عندنا حاجه في الرايتنج اسمها انكدوت. الانكدوت ده هي اميوزنج ستوري اباوت ريل اكشنز ان سام وانز لايف، في حياه واحد بتبقى حاجه كده فاني اميوزنج. ده نوع من الكتاب. دلوقتي بقى خلينا مع الحاجه المهمه جدا. وات از ثيسز ستيتمنت. ايه هي ثيسز ستيتمنت بقى؟ دي هي ذا سنتنس ذات تيلز ذا مين ايديا اوف ذا هول ايساي. اول ما تشوف اللي بيقول الفكره الرئيسيه هتروح على طول هتختار كلمة thesis. ولو اتجمعت خد بالك، بس لو اتجمعت عشان ده جمع شاذ هتبقى بالإي، فتبقى thesis وتنطق زي. Number two, it tells the reader how you will explain the importance of the subject matter under discussion. الموضوع اللي تحت المناقشة ده هي هتقول لك ازاي تشرحه. Number three, it can be compared to topic sentence. ممكن تقارنها بالtopic sentence، تربطها بيها يعني. Which gives the main idea of a paragraph. It usually comes at or near. Yeah, قريب من yeah في النهاية of the introductory paragraph. وننقل ناخد سؤالين كده مع بعض وخليك مركز وما تخافش. إن شاء الله بعد ما تسمعنا وبعد ما تتابع الحلقة اللي فاتت والحلقة دي مع مستر أحمد المشكلة دي هتنتهي تمام. السؤال بيقول What important statement goes in your introduction? ايه بقى الجملة المهمة جدا او العبارة المهمة جدا اللي هتيجي في المقدمة بتاعتك؟ اكيد حضرتك ركزت معايا، هي نمبر سي او لتر سي thesis. طيب سنتنس الاول question number two. A thesis statement is. من اول ما سمعتني
الجمله الاصليه، الجمله بتاع الاطروحه الاصليه اللي اصلا احيانا بيستخدموها بمعنى شهاده كلمه ثيسس، احيانا بمعنى شهاده جامعيه، واحيانا بمعنى اطروحه وفكره، واحيانا بمعنى بحث جامعي. هي a sentence that states what will be explained in the essay، اللي هي الفكره رقم ايه. وشكرا يا مستر احمد. احسنت يا مستر حميد. ننتقل لبيج نمبر 19 مع مستر حبيب الرحمن، اتفضل يا مستر. ونرجع لكم تاني يا شباب كده، وهنتكلم دلوقتي على الفور ميجر تايبس اوف essays. قبل ما نتكلم على الاربع انواع الرئيسيه لسؤال المقال، الاول فرق الاول ما بين يعني ايه باراجراف ويعني ايه مقال. الباراجراف فقره تعبيريه واحده فقط، ليها جمله مقدمه، ليها السبورتنج سنتنس، ليها الكونكلودنج، فقره واحده بس مش اكتر من كده. اما الاساي بيتكون على الاقل كده من باراجراف انترودكشن، وبعد كده هنعمل البادي بتاعنا، هنعمل 3 باراجرافز، وفي الاخر ممكن نعمل الكونكلوجن بتاعتنا او الكونكلودنج باراجراف وهكذا. نبتدي دلوقتي نتكلم على الفور ميجر تايبس اوف اسايز. اول حاجه عندنا، خد بالك هو متشابه جدا جدا مع الفور كايندز اوف ا باراجراف. اول حاجه عندنا الناريتيف اسايز. الناريتيف هنرجع الكلمه لاصلها كده، اللي هي جايه من كلمه ناريتور اللي هو الراوي، ومعنى كده ان الباراجراف عندنا ده اللي هو القصصي او الروائي بمعنى اصح. وده عندنا بكل بساطه كده it tells a story. it tells a story يعني ممكن نطلق عليه كده مثلا a mini short story، قصه قصيره مصغره. جميل الكلام، وده بيحكي على real life experience. جميل. هننقل على النوع الثاني على طول اللي هو descriptive essays، وده بمنتهى البساطه كده it is painting a picture، ده بيرسم لنا صوره. وفي الحاجات اللي بترسم لنا صوره دايما لازم نستخدم، ممكن نستخدم الادجكتيفز، ممكن نستخدم الناونز، وده ممكن يتكلم على a person، ممكن يتكلم على place، ممكن يتكلم على مكان، or even a memory in your life، او حتى ذكرى عدت عليك في الحياه بتاعتك. النوع رقم 3 expository، وهو النوع التفسيري او التوضيحي، وده اغلبيته بيتكلم على giving instructions او how to do things او why you do something. ده بنستخدم فيه ايه؟ just facts. facts حقائق، حقائق مش اكتر من كده، وده غالبا بيبقى informative. informative معلوماتي، خبري شويه كده. الموضوع ده بيدينا ايه بقى؟ بيدينا يا جماعه balanced analysis، بيدينا تحليل متوازن كده للموضوع. defines explains باستخدام ايه يا جماعه؟ باستخدام حاجتين اتنين، بيستخدم الفاكتس وبيستخدم statistics. طيب هننقل على النوع الرابع وليس الاخير، لان في انواع تانية ولكن دول الاربع انواع الاكثر شيوعا. النوع الاخير اللي هو persuasive essays. البرسويسيف هنرجع الكلمه الاصل بتاعها، هتبقى بيرسويد بمعنى يقنع، وده الباراجراف هنقول عليه الاقناعي، حتى تاخد بالك مكتوب قدامك على الشاشه كونفينس مي، اقنعني. الباراجراف ده بيعمل ايه؟ وظيفته كده بيرسويد ذا ريدر تو اكسبت ذا رايترز بوينت اوف فيو، بيقنع القارئ بمنتهى البساطه كده ان هو يتقبل وجهه نظر الكاتب او حتى الريكومنديشنز بتاعته. ومن هنا هننقل على بيج 20 وهناخد الاكسرسايز بتاعنا كده ونحاول بقى نفرق ما بين الانواع المختلفه. بيقول لنا في نمبر 1 ان ناريتيف اساي، يا ترى تيلز ستوري ولا ميكس ارجيومنت ولا تيلز ا ديسكريبشن ولا اسكس كويستشنز؟ اكيد النوع الاولاني طبعا تيلز ا ستوري. كويستشن نمبر 2، ا رايتر كونفينسز ريدرز تو ثينك از هي داز ان ا اور ان سبيس تكست، يا ترى الكاتب بيحاول يقنعنا ان احنا نفكر. جميل في الكلام اللي هو بيقوله عن طريق الباراجراف اللي هو نوع ايه يا جماعه؟ persuasive ولا email ولا argumentative ولا descriptive؟ اكيد طبعا persuasive. جميل جدا مستر حبيب. ننتقل لبيج نمبر 21 مع مستر عماد المنشاوي، اتفضل يا مستر. تمام. تاني ولادي وبناتي اهلا بيكم. هنبدا بقى نتكلم عن حاجه جديده بعد الكلام اللي قاله الاساتذه الافاضل. هنتكلم عن حاجه اسمها البانكتويشن ماركس. البانكتويشن ماركس علامات الترقيم، علامات مهمة جدا جدا جدا، اللي بيكتب لازم يخلي باله منها. ليه يا جماعة؟ عشان اللي بيقرأ يفهم كويس، عشان اللي بيسمع يفهم كويس. علامة الترقيم لو اتغيرت معنى الجملة بالكامل ممكن يتغير. Do your homework لو أخرها full stop أمر عادي. Do your homework لو أخرها exclamation لا الموضوع مختلف، ده أمر قوي. فنخلي بالنا يا جماعة من علامات الترقيم، مهمة جدا جدا. طيب نبدأ مع بعض. هنشوف الـ use of capital letters. Names of people، أسماء الأشخاص. مروان، مازن، أول حرف لازم يبقى كابيتال عشان دول أسماء أشخاص. إيه تاني؟ Names of continents، أسماء القارات. Asia، أفريكا. Countries، Egypt، مدغشقر يعني. الكابيتالز، العواصم، كايرو، واشنطن. الـ cities زي نيويورك، نيويورك سيتي. التاونز زي ويمبلي مثلا. And regions، regions يا جماعة أقاليم،
Kurdistan regions مثلا. ايه تاني يا مستر؟ adjectives formed from proper names اللي هي الصفات اللي بيتم صياغتها من اسماء الاعلام. nationalities جنسيات، languages لغات زي ما مكتوب قدام حضرتك Egyptian or English. For abbreviation الاختصارات زي Mr. Mrs. Miss أو Doctor. طيب page 22 هنبدأ نتكلم بقى عن حاجة اسمها the use of commas to separate items. حاجة بنسميها للفصل في جملة التعداد. يعني ايه يا مستر؟ I met علي، رامي، and عماد. أنا هنا بحاول أفصل. Before quotations I said to أحمد، بعد أحمد لازم يكون في كاما. I went to Cairo yesterday. When you want to add extra information، لما بنحب يا جماعة نضيف معلومة إضافية. طب تعالى نبص على المثال ده. مستر عماد who teaches us English this year is a very kind teacher. طب ركز معايا كده. Who teaches us English this year. لو شلناه على فكرة المعنى هنا مش هيختلف. مستر عماد is a very kind teacher. Before the question tag السؤال المزايد. أحمد visits his uncle once a week. Doesn't he. ودي كانت استخدامات الكومس. شكرا لكم. أحسنت مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 23 مع مستر عماد حمد. تفضل يا مستر. طلاب الأعزاء نكمل معاكم استخدام الكومز زي مستر عماد من شو ما قال، ونكمل كده بيقول لي إيه after yes no will sure of course excuse me sorry. طبعا كل الكلمات ديت وأنا بتكلم لازم أحط بعدها كومة على طول. يعني بيقول لي yes he is here، بعد yes على طول أحط كومة وأكمل كلام. بعدها قال لي إيه before please، يعني قبل كلمة please. إحنا دايما عارفين إن الكومة دي اصلا استخداماتها عشان اعمل مثلا باوز او توقف كده في الكلام. يعني الجمله بتقول can you help me please، انا حاسس ان عملت باوز كده في الكلام وان انا بحط كلمه بليز في نهايه الجمله، يبقى لازم احط قبلها كوما. تمام. هو بيقول لي الاستخدام اللي بعدها للكوما to separate items of a complete date. انا بكتب تاريخ كامل زي اللي موجود عندي في المثال، بيقول لي May 5 وبعدين احط الكوما وبعدين اقول السنه الموجوده عندي 2010. بعد كده هنروح على حاجه كمان من الحاجات المهمه في البنكشويشن وهي الفول ستوب. هو بيقول لي sometimes after the abbreviations، في بعض الاختصارات او لما تلاقي مثلا عندك تايتل في الجمله زي دكتور زي مستر زي مسز، الحاجات دي بحط بعدها فول ستوب. نروح على بيج 24 على استخدامات الفول ستوب. بيقول لي ايه at the end of a statement or an order، لما تكون عندك جمله خبريه او جمله امريه حط في الاخر فول ستوب. واجيب لي اكزامبل اهوت، بيقول I traveled to America last year، فبالتالي هحط فول ستوب، مش هينفع احط مثلا كويشن مارك او العلامات ديت لان دي ستيتمنت سنتنس او جمله خبري. نوع تاني من انواع البنكشويشنز ماركس وهو الكويشن مارك او علامه الاستفهام. بيقول لي ايه at the end of a question، طبعا دي معلومه قديمه وكلنا عارفينها ان انا في نهايه جمله استفهاميه لابد ان احط كويشن مارك، فبقول لي where did you go last friday، ففي الحاله دي لازم احط كويشن مارك. تمام. to show doubt عشان اظهر اللي قدامي الشك، فمثلا في جمله انا شاكك فيها بقول لي ندى was safe. هو طبعا ده مش واخد الاوردر بتاع الكويشن، ولكن هو اللي بيتكلم بيعبر عن الداوت فبيديني شكل السؤال، فانا بحط في الاخر كويشن مارك. نوع كمان وهو الاكسكليميشن مارك او علامه التعجب. بيقول لي at the end of a sentence to express a strong feeling surprise or a shock، عشان تبين ان انت ايه مفزوع، في فيلينج عندك قوي جدا. what a surprise، what a nice day، what a beautiful girl، الحاجات دي كلها بخلي اخرها اكسكليميشن مارك. أحسنت مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 25 مع مستر إكرامي الطويل. تفضل يا مستر. مرحب بكم مرة تانية. استكمالا للبنكتويشن ماركس علامات الترقيم، هناخد حاجة تانية منها اسمها الكوتيشن ماركس. الكوتيشن ماركس what is the most important usage، ايه باستخدام الكوتيشن مارك؟ اولا انا عايزك في كل حاجة من اللي احنا قلناهم دول تبقى عارف شكلها وعارف مكانها. الكوتيشن مارك علامات التنصيص حضرتك عارفها كويس جدا، علامتين قبل وعلامتين بعد اسمها كوتيشن مارك. استخدامها اكتر اثنين استخدامين مشهورين ليها هي في الدايركت سبيتش، في الكلام المباشر لما يكون الكلام قيل على لسان المتحدث مباشره. على سبيل المثال لما اقول لحضرتك I said to ملك
quotation mark I will travel to America next week. يبقى عملت الجملة الكلام المباشر اللي هي I will travel عملتها ما بين quotation mark. الاستخدام الثاني والمهم جدا to include titles of books, newspapers, magazines, films, plays, answers. حضرتك الحاجات الأسماء المهمة عشان تقول لي مثلا إيه I read أنا قريت Oliver Twist. Oliver Twist دي معروفة مشهورة. حضرتك بتعمل ما بين قبلها وبعدها quotation mark وهكذا. I have read The Prisoner of Zenda. عارف أنت Prisoner of Zenda نوفل مهمة جدا مسرحية مهمة سوري أنا آسف نوفل فحضرتك بتحط ما بين quotation mark. بعد كده من أحد علامات الترقيم المهمة جدا حاجة اسمها الكولن. الكولن دي نقطتين فوق بعض. طب بنستخدمها إمتى؟ ليها ثلاث استخدامات مهمة جدا. أول حاجة to introduce a last in a sentence عشان تعمل تعدد أو اختيار في الجملة. لما تقول لي I like كذا وكذا وكذا عدد زي ما أنت عايز ما بين كل تعدد واللي بعده كومة إلا قبل الأخير حط and. على سبيل المثال بص على الجملة اللي موجودة قدامك على الشاشة. الجملة بتقول Here are many punctuation marks. هنا أو يوجد الكثير من علامات الترقيم. وحط النقطتين دول عشان أنا هبدأ أكمل. أقول period, comma, colon, and others. يعني من الآخر كده بيقولها باللغة العربية هو تفصيل بعد إجمال. تمام؟ تفصيل بعد إيه؟ إجمال. كمل كده معايا. الاستخدام الثاني ليها للcolon هو to express proportion. عشان نعبر عن النسبة ما بين حاجتين لما تقولي 3 إلى 1 The ratio of boys to girls نسبة الولاد إلى البنات in this group في هذا الجروب is 3 to 1 يعني 3 إلى 1. الاستخدام الثالث المشهور قوي ليها to tell time telling a time إخبار الوقت. لما تقولي الساعة مثلا 4:30 بتقول 4 تكتب الأربعة الأول وبعدين الكولن وبعدين تكتب 30 اللي هي 13 minutes. في واحدة شكلها بالظبط بس دي مختلفة شوية. النقطة اللي فوق زي ما هي واللي تحت خليها زي واو صغيرة كده. دي بنسميها سيمي كولن. سيمي ايه كولن. دي تو سيبريت عشان تفصل تو بارتس اوف ا سنتنس عشان تفصل جزئين مهمين من الجملة بشرط ان يكون الجزئين لهم علاقة ببعض. هضيف لك حتة كده من عندي غالبا العلاقة دي بتكون يا اما كونتراست يا اما ريزولت ممكن تناقض او نتيجة. لما اقول لحضرتك مالك فيزيتد الكسندريا واحط السيمي كولنز اقول He didn't visit the library ولكن هو ما زارش الايه المكتبه. اما اقول لك ساره studied hard ذاكرت بجد واحط السيمي كولن she failed in the exam بس هي سقطت في الامتحان. يبقى فرق قوي ما بين الكولن والسيمي كولنز في الجمل اللي انت خدتها. احسنت يا استاذ اكرامي. ننتقل لبيج نمبر 27 مع مستر عبد الحميد الجندي. اتفضل يا مستر. مرحبا بكم يا شباب مره ثانيه. وهتسالني سؤال اكيد انت لو قاعد متابع كده تسالني قلعت النضاره ليه. هقول لك عشان احنا قربنا نخلص الماتيريال اللي احنا جايبينها لحضرتك مخصوص المستر احمد تعب واحنا تعبنا عشان نوصل لك الفكره الجديده. وما تخافش ما تقلقش ان شاء الله هتقفل وهتعمل اللي انت عايزه. هكمل بقى على كلام القامات اللي قبليه اللي انا مش هقدر اضيف عليهم وهنجيب examples. Number one, the symbols used for punctuation are called اللي احنا العلامات الرموز اللي احنا بنستخدمها اللي علامات الترقيم دي اسمها يا جميل. جايب لك four choices. Number A, questions هي أسئلة. ولا number B هي signs. ولا number C هي marks. ولا number D هي grades درجات أو مجموع اللي هي أصلا مقررة عندك في الفوكاب بتاع السنة. طبعا هتقول number C جميل اللي هي marks. طيب number two. Are kinds space are kinds of punctuation marks. ايه هي انواع البنكشويشن ماركس. في ولد بقى دلوقتي قبل ما اقرا له الاختيارات وانت بص معايا او بنوته جميله هيروح على نمبر دي ويقول يا مستر كومز. هقول له بقى كده انت اللي في غيبوبه عشان كومز دي لو فيها دبل ام تبقى الكومه بتاعتنا الفاصله لو ام واحده تبقى غيبوبه وبالتالي الاجابه جميل تبقى نمبر ايه. السؤال الثالث which of these is not a punctuation mark. مين ايه من دول مش بنكشويشن مارك الفول ستوب ولا الهاشتاج ولا الكوما. اهي الكوما ايه بقى وبصيت عليها نمبر سي دبل ام ولا الكولن. طبعا الاجابه نمبر بي الهاشتاج اللي انت بتعمله على التويتر او على الفيسبوك زي ما انت عايز وانت انصح مني في ده. طبعا نيجي البيج نمبر 28 which cannot come at the end of a sentence. ايه اللي ما يجيش في اخر جمله جميل. البيريود اللي هي الفول ستوب ولا الكولن ولا question mark ولا an exclamation mark. طبعا اللي ما يجيش في الاخر الجميل هو number b الكولن. Number five
فول ستوبز ار اولسو كولد. بنقول ايه على الفلستوب تاني؟ عشان لما جات لك في الامتحان بنقول عليها بيريود. السؤال الاخير خد بالك منه عشان هيجي لك حاجات زي كده في الامتحان ان شاء الله. كلين يور هاندز، دي تعتبرها ايه؟ كويستشن ولا جمله تعجب ولا جمله خبريه؟ يا طبعا الجمله الخبريه لها نوعين، امبيريتيف وجمله افيرماتيف طبعا دي، او نيجاتيف طبعا دي جمله امر، فهحط في اخرها فلستوب الاختيار رقم بي. شكرا يا مستر احمد. احسنت يا مستر حميد. ننتقل لبيج نمبر 29 مع مستر حبيب الرحمن، اتفضل. هنكمل مع بعض كده يا جماعه الاكسرسايز بتاع البنكتويشن ماركس، وهنمسك الاكسرسايز نمبر 7 بيج 29. الاول بس انا عايزك تركز في حاجه كويسه جدا كده قبل ما تقرا اي سؤال. كتير مننا عينيه بتعدي على السؤال ما بياخدش باله ان الجمله دي مثبته ولا الجمله منفيه، ويروح قاري الجملة على طول مثلا وهي منفية يقراها مثبتة ويختار اختيار بعيد تماما عن الإجابة الصح. تعالوا نشوف الموضوع هنا كده ونركز كويس جدا. الجملة بتقول Which of the following statements is punctuated correctly؟ أنهي جملة من الجمل اللي جاية قدامنا دي علامات الترقيم بتاعتها مظبوطة؟ نمسك الجمل بتاعتنا كده. The recipe اللي هي وصفة الطعام called for 4 spices، فيها 4 أنواع من التوابل، curry اللي هو الكاري، turmeric اللي هو الكركم، cumin اللي هو الكمون، and cloves. احنا هنقول الاختيار على طول عشان ضيق الوقت، هو الاختيار هيبقى الاول وهنقول السبب بتاعه. اولا احنا عندنا هنا كده الكولن، هي جايبه لنا ليست من الحاجات. هو الراجل قال قبل الكولن اللي هي النقطتين فوق بعض، قال ان في عندنا spices وقال الليست بتاعتنا، قال ان هي الكاري، الترمرك، cumin، وجاء قبل الاخير على طول قال and زي ما احنا متعودين. هننزل على الجمله نمبر 8. Choose a sentence that shows correct use of the exclamation marks. اختار لي الجملة اللي بتثبت الاستخدام الصحيح بتاع علامات التعجب. والإجابة بتاعتنا هنا هتبقى مباشرة اللي هي letter B اللي هي shut up، علامة تعجب واحدة. خد بالك علامات التعجب بتتكلم على the strong feelings، strong emotions، في مشاعر قوية. You don't know what you are talking about. انت مش عارف انت بتتكلم عن ايه، دي ترجمة الجملة. هننقل على page 30 and the last page، الصفحة الأخيرة معنا النهاردة. Which of the following sentences is correctly punctuated؟ أي جملة من الجمل التالية علامات الترقيم بتاعتها صحيحة؟ خد بالك برضو هنا الجملة مثبتة، is ما قالش isn't. هننقل على الإجابة الصحيحة على طول. الإجابة الصحيحة هتبقى letter C اللي هي فيها علامات اللي هي quotation marks، مش brackets، مش أقواس، ميار. وواضح إن هو جوه القوس بينادي على ميار. لما طول الوقت لما يبقى عندي الشخص مخاطب هحط بعديه الكاما بتاعتي comes this way، ها، وحط كاما قبل السؤال المزيل في الاخر وحط علامة الاستفهام وقفل بالكوتيشن ماركس تاني. ودايما في الاخر لما تكون عندي جملة statement ممكن او لازم احط قبل الاخر كاما قبل الشخص اللي انا ايه اللي انا بكلمه. طيب هننقل على last sentence. Which of the following sentences has a symbol that replaces a conjunction؟ بمنتهى البساطة كده الرمز الوحيد اللي بيحل محل الconjunction أو بيحل محل الرابط في الجملة زي but أو so أو as because الحاجات دي كلها هو السيميكولن. والجملة الوحيدة اللي عندنا فيها السيميكولن اللي هي letter A. I don't live away from my family، وحط السيميكولن. My parents are aging، والدي مسنين. وبكده نكون انتهينا من الأسئلة بتاعتنا والشرح. أحسنت مستر حبيب. طبعا دي كانت تعتبر أهم فنيات أسئلة الرايتنج بالنسبة للباراجراف والإساي والبنكتويشن. دلوقتي قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا مستر عماد المنشاوي، احنا دلوقتي بالورقة والقلم معنا شهر على امتحانات الثانوية العامة، لو طلعنا منهم 10 أيام الطلبة هتركز فيهم تقريبا في أول مادة هيبدأوا فيها، يعني معنا 20 يوم. طالب ثانوية عامة يعمل ايه في الإنجليزي في ال 20 يوم دول؟ تمام. طيب بصوا يا جماعة، مبدئيا كده أنا بقول لك أنت مش لوحدك، احنا معاك، انت معاك برنامج قوي جدا اللي هو مدرس على الهواء. تقدر في الايام اللي فاضله انك ببساطه تقدر تدخل عندنا على اليوتيوب وتتفرج على الحلقات بتاعتنا، فعلا هتستفيد جدا جدا زي ما حصل النهارده بالظبط. احنا معاك وعمرنا ما هنسيبك لوحدك. احنا النهارده شرحنا لك الباراجراف، شرحنا لك الاساي، شرحنا لك البانكتويشن ماركس، ما سيبناكش ومش هنسيبك. انا بقول لكل الناس فعلا وجد انت عاوز تلم الانجليش في الفتره اللي جايه، ارجع للحلقات بتاعتنا ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتلاقي فيها كل حاجه انت محتاجها. حاجه تانية انت تقدر تتصل بينا زي كل الناس اللي بتتصلوا بينا من كل المحافظات واللي احنا بنرد عليهم بنفسنا، وان شاء الله ربنا معاك ويوفقك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. مستر عماد حمدي، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، الموضوع سهل جدا ان شاء الله، مش عاوزين توتر ولا حاجه، الموضوع مش مستاهل. الايام اللي جايه ديت بحاول اعمل لنفسي استادي بلان، خطه مذاكره جميله جدا، احاول امسك ال 16 يونتس بتوع المنهج كلهم، افرطهم كويس، اقول مثلا النهارده ان شاء الله انا هذاكر كذا وكذا، هاخد اليونت الفلانيه واخد الفوكابولري بتاعه اليونت، واحاول اعمل ريفيجن بلان على المنهج كله، واحط عندي في دماغي في المقام الاول اللي هي السكيلز اللي عليها درجات كتيره جدا جدا، اسئله الرايتنج اللي احنا خدناها. حاول دايما ترجع على اليوتيوب على قناه الصحه والجمال وبرنامج مدرس على الهوى، ارجع دايما للقناه وارجع دايما للحلقات بتاعتنا، ان شاء الله هتلاقي الحاجه اللي هتفيدك باذن الله، وربنا سبحانه وتعالى معاكم كلكم وهيوفقكم ان شاء الله. مستر اكرامي الطويل، حابب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ أول نصيحة بقولها لك هي استعن بالله في أي وقت وفي أي كل ما الوقت ده مع حضرتك وحسيت إن في مشاكل كتير جدا، استعن بالله والله هتفرق معاك كتير إن شاء الله خير. رقم اتنين، عايز من حضرتك التوازن النفسي جدا جدا. التوازن النفسي في الفترة دي مهم جدا، لو في حاجة كتير جدا أنت هتقعد تبكي على اللي فات يبقى أنت ضيعت الجميع. رقم ثلاثة، الحل هو الحل، يعني don't study and study but study and check. ما تقعدش تذاكر وترجع تاني تذاكر، حل أرجوك، حل كتير وحل امتحانات كتير، وحاول تطلع المين بوينتس الميسنج مين بوينتس اللي ناقصاك من الامتحانات. رابع حاجة، ركز قوي قوي في مادة الانجليش على الفوكاب. المرحلة دي الشهر ده بتاع تجميع كلمات، وزي ما قلت لحضرتك المعركة السنة دي أو في الانجليش عموما هي فوكاب. آخر حاجة، ما تنساش الشعار بتاعنا to be or to be because there is no place for not to be. احسنت يا مستر كرامي. مستر عبد الحميد الجند، حابب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ مرحبا بكم يا شباب، والاول بحيي مستر احمد طبعا الحلقه الجميله دي والقامات اللي انا على جنبهم. الحاجه الثانيه، انا عايز اقول لك ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى خلق لك سما وسبع مفتوحه عشان حضرتك تدعي في اي وقت، وبالتالي النجاح ممكن في اي وقت مهما كنت ذاكرت بجد شديد جدا او خايف لانك ما ذاكرتش، لسه قدامك وقت. امشي في تو نيفر سيبريتد لاينز، امشي في خطين ما ينفصلوش ابدا. واحد راجع مراجعه جزئيه، راجع على وحدات زي ما قال مستر عماد، وزي قال مستر عماد المنشاوي راجع حلقات مدرس على الهواء اليونتس. والحاجه الثانيه، براكتس ميكس بيرفكت زي ما قال مستر كرم او اكرم مستر اكرامي، معلش. حضرتك لما تحل امتحانات هتبقى بيرفكت فعلا، يعني تعمل الاثنين مع بعض، وبتمنى لكم ان شاء الله مجموع عالي، وبتمنى لك تحقق كل اللي انت عايزه. احسنت يا استاذ الحميد. مستر حبيب الرحمن، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ انا بحب اطمن كل الناس كده، وانا طبعا مش هتكلم في الفنيات، اساتذتنا كلهم اتكلموا فيها وشرحوها بالتفصيل، ولكن انا هقول لك ان الثانويه العامه لو انت قدامك ساعه على الامتحان فانت عندك وقت، لو انت ضيعت السنه كلها وفاضل الشهر ده انت ممكن تلم المنهج بمنتهى البساطه لو قعدت وركزت واستعنت بالله طول الوقت. احب اقول لك دايما كده، وبالذات للطلبه عندنا في مدينتي مدينه كفر الزيات وكل طلبه الثانويه العامه، خد بالك من وقتك، وقتك أهم عنصر في حياتك، لو ضاع منك مش هيتكرر تاني. أتمنى لكم التوفيق يا رب إن شاء الله. أحسنت مستر حبيب، وحلقة من الحلقات الممتعة. تفضل. أنا هضم بصوتي لصوت أساتذتنا الأفاضل اللي معانا في الاستوديو طبعا، ونعمل تشيك كده على اليوتيوب، نكتب برنامج مدرس على الهوا وقناة الصحة والجمال، هيظهر لك مئات الحلقات في المواد كلها مش الإنجليزي بس، ممكن تراجع فيها باستفاضة، في حلقات شرح، في حلقات مراجعة، في كل فنيات الأسئلة ممكن تتابعها، وإن شاء الله تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا في كل جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.